7 على 10 تي لقول الشعب شرط على الصفر انا اعطيه الصفر وخاصه انه 44 مليار اللي عملها في كورونا والشعب جيعان والسقط الشعب ثار عليه يضربوا بالكف يضربوا بالقنابل زي الدمار. اذا تقييم الشعب هو تقييم له. انا لو كان جيت معلم في الترميسة الاولى بالظروف اللي عاشتها البلاد ما نعطيش عدد ناقص ملاحظات. شنو هي الملاحظه؟ كان بالامكان احسن من ما كان.